هنا الأمواج العميقة التي أود أن أحدثكم عنها قبل قليل. لم يتمكن العلماء من معرفة الأمواج التي على عمق 1500 متر إلا عندما صعدوا إلى الفضاء. لم يروها من أعماق البحار، لا يمكن رؤيتها إلا من الفضاء. عندما صعدوا بالأقمار الاصطناعية وقاموا بتصوير البحار، وجدوا أن هناك دائما أنصاف دوائر ترسم على سطح البحر تمتد لآلاف الكيلومترات كما نرى هنا. هذه كلها صورة للبحر طبعا، وهذه الدوائر الصغيرة حيرت العلماء لسنوات طويلة ولم يجدوا لها تفسيرا علميا دقيقا إلا قبل يعني أيام قليلة فقط، عندما أصدروا بحثا تأكدوا فيه أن هناك أمواج عاتية. هؤلاء العلماء طبعا كما نرى فريق البحث العلمي، وهذه كاميرا متطورة جدا تستطيع أن تنزل إلى 5000 متر مجهزة بكل وسائل الحماية، لأن الضغط هائل جدا في هذه الأعماق. وأرسلوا طبعا أجهزة مراقبة وأجهزة قياس، وأنفقوا ملايين دولارات على فكرة بهدف اكتشاف هذه الأمواج العميقة التي قام الجهاز برصد حركتها العنيفة جدا، 500 متر ارتفاع الموجة. هنا منطقة لوزون بالقرب من الصين، مضيق، وعندما نزلوا لاحظوا أن هناك أمواجا ترتفع وتنزل بشكل هائل تشبه أمواج التسونامي بل أعنف منها أيضا. طبعا هذا رسم جرافيك لتوضيح، لا يمكن رؤيتها طبعا، هذه الرسوم نراها هي رسوم توضيحية لأن الإنسان لا يمكن أن يرى مثل هذه الأمواج. تصوروا الملحد الذي يعيش تحت هذه الأمواج، كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحان الله.